أبوشة قلبي، ما في كذا مرة سألتي نفسك ليش الفنانات والمشهورات المغنيات والممثلات يحاولون إنهم يظهرون صدورهم وأفخاذهم بطريقة ممكن تبدو لك إنها طريقة مقززة؟ ممكن تجاوب يا قمر هالدنيا وتقول لا والله ما يهمني إني أعرف، لكني أبغى أقول لك إنه الفنانة اللي هي حرمة وأنتي حرمة، لما تظهر صدرها تظهر صدرها علشانش أنتي. راح تقولي لي خفي علينا يا صاحبة نظرية المؤامرة. اي والله يا قمر للأسف انه انتي لما تشوفين المقابلة اللي فيها صدر أليسا او فخذ هيفا وهبي، فانتي حققتي ارباح وحطيتي كذا، حطيتي شرطة يعني صح على المخطط والفخ اللي حطوني انا وانتي فيه. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك. بدي اقول لك يا قمر هالدنيا انه اللي تشوفينهم يسوولش مقابلات مع فنانات ومشهورات ما يسوونه عشان سواد عيونش، يسوونه علشان كم اعلان راح يقدمونه لش خلال المقابلة اللي انتي استمتعتي فيها. فكل ما كان الصدر ظاهر اكثر والفخذ باين اكثر، كل ما الاعلانات راح تظهر اكثر. واستني يا قمر هالدنيا عشان راح اعطيش الدليل والاحصائية اللي من اكبر واشهر القنوات، وخصوصا القنوات اللي تبث لنا من دول مثل المانيا وغيرها. النظرية هذه اللي تزعم انه اندفع لجهات معينة وتم التخطيط وتنفيذ المخطط هذا من خلال الاعلام عشان يدعمون النظرية ويسوقون لها ويدفعون عليها ملايين الدولارات عشان يقنعونش انه الحرمة كل ما طلع صدرها اكثر واكثر اصبحت جذابة اكثر. راح اصدمش لما اقول لك انه خلال ما انت تتفرجين على هيفا وهبي او أليسا ابغاش تلاحظين ايش الاشياء اللي تطلع لك وانت تشوفين مقابلتها. حياكة وسياسة قذرة المستهدف فيها هو انت. هذه اطول مقدمة في العالم. لو كان الموضوع مهم بالنسبة لك فيلا خلينا نبدأ. صباح الخير، صباح الحب، صباح الأيام السعيدة، صباح الأيام الجميلة، المطر والرزق والخير والحظ والحب وكل الأشياء الحلوة اللي تشبه عيونك يا أبوشة قلبي. راح نتكلم اليوم عن التسليع والتسويق الجنسي. التسليع والتسويق هذا اللي دخل في نظرية مؤامرة تشير إلى أنه الحرمة لازم تقتنع أنها كل ما أظهرت صدرها كل ما أصبحت أجمل. الخطة التسويقية هذه كان هدفها تسليع النساء، تسليعهم واستخدام الجسد هذا، استخدامه كأدوات ترويجية لمنتجات استهلاكية، سواء في الأزياء، مستحضرات التجميل من أدوات شعر وأدوات بشرة وكريمات، وأحيانا بالملابس الداخلية. راح تقولين شلون انت الحين سويتينا كذا ايرور؟ راح اقول لك لاحظي لما تشوفين مقابله لأليسا او هيفا وهبي ايش الاعلانات اللي تظهر لك. لو لاحظتي الاعلانات هذه راح تمسكين كذا راسك وتمشعين شعرك وتقولين امنت بنظريه المؤامره، اثاريهم لما يسوون مقابله ويجيبون لي أليسا وكذا صدرها محطوط قدامها، اثاريهم يبوني عشان اشتري الملابس الداخليه هذه مثلا من نعومي او من شئن اللي اظهروا لي الاعلان حقها في الوقت هذا، اثاريهم لما جابوا لي هيفا وهبي وفخذها كله باين، وجابولي أثناء المقابلة جابولي الكريم اللي سعره 30 ولا 40 دولار جابوه لي أثناء المقابلة. فإيش اللي يصير؟ اللي يصير أنه أنت في اللحظة اللي أنت منهمكة تناظرين في الأشياء هذه فتظهر لش الإعلانات هذه. هنا يا قبوشة قلبي أنت صرتي سلعة ممتازة، روج لها مين؟ روج لها الأشخاص القائمين على القنوات هذه، واستفاد منها أصحاب القنوات واستفادوا التجار، لكن أصحاب القنوات هم اللي دارسين الموضوع كويس وعارفين إيش الإعلانات اللي راح تظهر لما يجيبون لش هيفا وأليسا واللي على شاكلتهم. هم عارفين إنه الحلقة هذه راح تحقق إيرادات أكبر لما يظهر قدامش فخذ أو صدر. طيب لما يكون رجال يتفرج على المقابلة هذه في الغالب راح تظهر له الإعلانات اللي تتكلم عن الصداقة، وراح تظهر له المواقع اللي تروج مثلا للشات للتعارف. فاعرفي حجم القذارة اللي احنا وصلنا لها. نجي للسياسة رقم 2 او المؤامرة رقم 2. المؤامرة هذه يعني اخف من الاولى بشوي، اللي هي ايش؟ اللي هي انه احنا نظهر النجمات والمشاهير بتفسخ اكبر. ليش؟ هو لنفس السياسة اللي هي الشركات الكبيرة اللي تبغى تبيع ازياء اكثر وتبغى تبيع كريمات وتبغى تبيع جهاز الليزر،
فقالوا انه احنا لازم نظهر النجمات انهم متفسخين اكثر، وكل ما فسخناهم اكثر كل ما اقتنع العالم والشعب والناس البسيطة والطبقة المتوسطة واللي اقل كمان من المتوسطة انه هذا هو الجمال. فاذا اقتنع الشعب بالفكرة هذه معناها انه انا الشركة او المصنع بدل ما اصمم للحرمة فستان من 3 امتار واعطيه اياه مثلا ب$70 راح اصمم لها فستان من متر او متر وربع وراح اعطيه اياه ب$100 أو ب$150 وهي راح تشوف انه انا اعطيتها اجمل وافخم شيء. كل ما عريتها اكثر خفت التكلفة علي لاني اعطيت شيء اقل ولكن بسعر اكبر. والموضوع كله تراه زراعة افكار. فتجيش الهبلة اللي تلبس عريان واللي لابسه كل ملابسها يمكن تكون نص متر وتلبس ليش الملابس هذه وفرحانة ومبسوطة فيها وهي أصلا ما تدري هي ليش لابسها الملابس هذه. وفي نفس الوقت روجنا لأدوات التجميل لدرجة أنه البنت ممكن تلاقين عندها في غرفتها 6 أو 8 أدراج بس فيها مستحضرات تجميل من كريمات، أدوات بشرة، أدوات شعر، أدوات عناية، أشياء يمكن حتى هي نفسها البنت ما تدري من إيش انصنعت ولا إيش فايدتها، وممكن تروح تدفع فيها مئات الريالات وهي ما تدري إيش الغرض ولا تدري هل فعلا المنتج هذا كويس، هل فعلا جسمها قاعد يستفيد من المنتج هذا أو لا في الأساس. فصار غرض الشركات هذه إنها تسوق وتسوي إعلانات عشان تقول للبنت إنه أنت راح تكونين في قمة أنوثش وجمالش لما تلبسين من غير هدوم. وهنا راح نجي للزاوية الثانية اللي هي ايش؟ اللي هي التلاعب الاجتماعي والاعلامي. في بعض النظريات قالت انه وسائل الاعلام الكبيرة هي المسؤولة عن نشر الصورة النمطية اللي خلت الحرمة تعتقد انها لما تطلع صدرها وجسمها وظهرها وافخاذها راح تكون مثيرة، وخاصة وبين قوسين منطقة الصدر. النظريات هذه تقول انه التوجه هذا يهدف الى ايش؟ تخيلي يا ابوشة قلبي، التوجه هذا يهدف الى تشتيت انتباه المجتمع عن القضايا الاكثر اهمية. فبدأوا يستخدمون الجمال والاغراء كأداة للسيطرة على عقول الشباب. فايش صاروا يقولون؟ صاروا يقولون انه البرنامج اللي احنا نستدعي فيه فنانة او مغنية او ممثلة او مذيعة، لاحظوا انه في المقابلة هذه لما تجي وحدة متعرية اكثر متوسط المشاهدة للبرنامج هذا يكون اكثر. انت متخيلة قنوات كبيرة يديرها مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين لما يجون ويسوون احصائية، اليسا، نانسي عجرم، هيفا وهبي، انغام، احلام، نجوى كرم، اصالة نصري، فيجمعون الاحصائية هذه ويشوفون متوسط المشاهدة للبرنامج هذا فيلقون يا أبوشة قلبي أنه لو كانت مثلا أليسا أو هيفا وهبي فنسبة متوسط المشاهدة تكون أكثر. أوكي؟ طب اسمعي الطامة الثانية، لو كانت الفنانة هذه اللي موجودة كاشفة عن صدرها بشكل أكبر أو جزء من الفخذ، ولكن الصدر له قيمة مختلفة يا أبوشة قلبي، لو كانت كاشفة عن صدرها بشكل أكبر فمتوسط مدة المشاهدة تكون أكثر وأكبر. وهنا القناة هذه تكون أرباحها من الإعلانات اللي تسويها للشركات تكون أرباحها أكثر. في قنوات ومحطات لما تستدعي أي فنانة وخصوصا الفنانات اللي يكونون مثيرات للجدل والإشمئزاز في نفس الوقت يشترطون عليهم أنه الفستان يكون بمعايير معينة. ولو تلاحظين أنه فيه برامج في قنوات مصرية محترمة لما تجي فيها حتى العينات هذه يجون بملابس شبه محتشمة. ليه؟ لأنه القناة هذه تقولهم أنه يعني اللبس لازم يكون بمعايير معينة. ولو تلاحظين وخصوصا الفضائيات والبرامج اللي ما راح نذكر أسماء، ولكن البرامج اللي تذاع من أغلب الدول الأجنبية تلاحظين فيها التعري والتفسخ شيء كذا يعني يخليش وديش تقومين تستفرغين. وأنا هنا ما أبغى أذكر أسماء قنوات بعينها، ولكن كلكم تعرفون القنوات اللي دائما تروج للإنحلال والحرية والتفسخ والتعري، وتقول خلال البرنامج وخلال حوارها وكلامها مع المشهورة أو الفنانة أو الممثلة تكلمها عن الحرية، سواء حرية الدين أو حرية الجنس اللي هو الجندل، حرية أنه أنا حرمة أنا رجال عادي. نقول كمان أنه نشر القيم الغربية اللي تقول ليش أنه أنت لازم تكونين حرة ولازم تكون عندك استقلالية. ولما يرسمون النساء الحرات القياديات يصورونها لنا كذا بدون ملابس، زي قبل كم يوم
شفت فيديو على انستغرام لوزيرة فرنسية. الوزيرة هذه قاعدة تتحاكم مع 7 أشخاص. الوزيرة هذه كذا حامل وبطنها قدامها، يعني تقريبا خلاص هي في شهر 9، تتحاكم مع 7 أشخاص. عشان إيش؟ عشان تبغى تعرف مين فيهم أبو الطفل اللي في بطنها. يا إلهي يا إلهي، من كمية القذارة اللي يصورها لنا المجتمع الغربي عشان يقول لنا ترى عادي، هي ما تدري مين من 7 هذولي أبو اللي في بطنها، والأمر عادي، والمحكمة متقبلة الموضوع، والقاضي متعاطف معاها. شيء مقرف، وقضايا يحاولون يصدرونها لنا عشان تشغل أفكارنا، عشان بعدين إحنا كذا مع الوقت نبدأ نحس إنه الأمر هذا عادي، أو حتى نبدأ نتقبل الفكرة، لأنه إحنا متى ما شفنا إنها شيء عادي وسمعناها وما استنكرناها داخل عقولنا، فمعناها إن الفكرة هذه لما راح توصل لنا وتوصل لعيالنا وبناتنا أو توصل للأجيال القادمة، لإني ما أعتقد إنها راح توصل للجيل هذا، فتكون عندنا الفكرة إنه أوكي عادي، يعني ما نستنكرها. فإيش اللي صاروا يسوونه؟ صاروا يصورون لنا الحرية الشخصية إنها تكون بالحرية المطلقة باللبس، وهنا يصير عند الحرمة غسيل دماغ، لأنها تعتقد إنه المعايير هذه هي المعايير اللي تخليها حلوة. لما تلبس بنطلون متشقق أفخاذها كلهم باينين بالكامل، ولما تلبس شورت سروال داخلي، وتلبس تيشيرت أو الشيء اللي تلبسه فوق هو عبارة عن ملابس داخلية، فيصور لها المجتمع إنها بالطريقة هذه صارت جذابة وإنها مقبولة. نيجي الحين للأمر اللي بعده، وأنا أعتقد إنه من أهم النقاط اللي إحنا راح نتكلم عنها، اللي هي إيش؟ اللي هي إنه تجي بنت تتفسخ بشكل مجزز. فأنتي تستغربين إنه يا الله ليش كذا؟ طيب ليش أنتي كل ما لش تحاولين تظهرين جسدك بشكل ممكن، حتى إنه ممكن يكون جسمها نفسه يجيب حمض الكبد، ممكن تلاقين كذا كتل الشحوم والتمددات، وتلاقين الظهر ألوان والفخذ والقرف. فتقولين هذه وش اللي خليها تلبس بالطريقة هذه؟ هذه وش جابرها على القرف اللي قاعدة تسويه في نفسها؟ أحيانا والله العظيم إنش تقولين يعني لو إنها شوي حتى جسمها شوي مرتب، يعني نقول معقولة إنها تتفسخ كذا بالطريقة هذه. أو أحيانا تقولين وش الثقة اللي عندها عشان تلبس بالطريقة هذه؟ فأقول لش إنه الأمر هذا تسويه البنات أو الحريم اللي عندهم تمرد على العادات والتقاليد، أو البنت اللي عاشت فترة طويلة وهي في كبت وتحاول انها تتحرر من القيود الدينية والأسرية، فتحس انها كل ما تفسخت اكثر، كل ما في شيء كذا في داخلها تحس انها ترضيها اكثر، لانها في مرحلة من المراحل انفرضت عليها قيود منعتها انها تلبس بحرية او انها تتكلم بحرية. وهنا انا راح اوجه نصيحة للامهات، انا ما اقول لكم انه انتي مفروض تخلين البنت على راحتها، ولكن اللي بقوله انه احنا لا نفرض الحجاب في سن مبكر، يعني بدري 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 مرة. انا اشوف بنات يمكن عمرهم 6 سنوات او 7 سنوات يلبسونهم اهلهم العباية ويخلونها تلبس طرحة، ويعني يقيدونها. انا ما اقول ليش انه صح او غلط، ولكني اقول ليش عشان ما توصل الى سن وتفلت. وفي بنات كمان ما يخلونهم مثلا يلبسون اللي هي الملابس العادية، ممكن انها تلبس بيجامة، ممكن انها تلبس بعض الملابس اللي عادي انها تلبسها مثلا قدام بنات او تلبسها في جمعة مع صديقاتها، فتقيدها الام والاب ويضغطون عليها. هنا ايش اللي يصير؟ هنا اللي يصير ان البنت لما تكبر وتحس ان عندها حرية شخصية تبدأ تتمرد على العادات وتتمرد على الدين. البنات اللي تحجبوا بدري لاحظي انهم اغلب البنات اللي اليوم شالوا الحجاب شالوا العباية بالكامل، اول ما جتهم الفرصة اتفسخوا. البنات اللي عاشوا مع امهات واباء متشددين وكانوا مضيقين عليهم هم البنات اللي اليوم الظهر والبطن وكل شيء يبين. فاللي بقوله انه احنا نكون وسط. انا بالنسبة لي يعني موضوع الظهر والبطن والصدر يعني بالنسبة لي موضوع مقزز انها تبينهم اي وحدة، ولكن انا اقول ليش ايش الامر اللي يخلي البنت يصير عندها تمرد لدرجة انه انتي تشوفين انها تتفسخ تقولين يا ربي هذه تنتقم من نفسها ولا ايش قاعدة تسوي؟ ترى هي فعلا قاعدة تنتقم من الذكريات اللي شايلينها جوا راسها، انه انا في يوم من الايام كذا كانوا حاطيني في كيس ومشرطنين علي، حاطين علي تيب، فانا الان ابغى اكون حرة. تحس ان الجسم هذا لما ينحط عليه اي خرق اي ملابس انها كأنها ما عاد تقدر تتنفس، فكل ما تشيل ملابس من على جسمها اكثر كل ما تحس انها اوه انا اتنفس، انا كذا حية ترزق. فالكلام انه احنا نكون وسط عشان ما نجي في وقت يتمردون فيه بناتنا وما نقدر عليهم، او ممكن ان البنت تتزوج وتفلت. والامر هذا فعلا انا شفته في بنات كانوا اهلهم متشددين فلما اتزوجوا يعني لبسوا لبس رقاصات. طب مين السبب؟ السبب الام والاب اللي شددوا بطريقة سخيفة في وقت كان ممكن ان البنت تكون وسط.
كوني وسط، ارضي بالشيء الصح، حكمي عقلك عشان بعدين ما تفلت البنت هذه، عشان ما تشدين عليها وتقفلين عليها كذا في طاسه، ولما تلاقي البنت خرم ابره تطلع منه راح تطلع وتفلت والله العظيم. وبعد ادهيك يا ابوشة قلبي وبعد عمري وحشاشة يوفي انه احنا وصلنا لاخر شيء. لو عجبش الموضوع فحطي لي شيزي لايك من يدش الحلوة، واذا ما عجبش عادي لا تحطين. واخر شيء نقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وحبك يا امر، وفي امان الله.